أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار. والبداية بأبرز العناوين. الصحة العالمية تؤكد تجاوز عدد الضحايا منذ بدء العدوان 650 قتيلا وأكثر من 3500 جريح. خلال لقائه الوفد الأوروبي بطرابلس، السراج يجدد اتهامه لحفتر بتقويض العملية السياسية والانقلاب على مدنية الدولة. تحسن تدريجي في الوضع الإنساني في غات وصعوبات تواجه الجهات المختصة في شفط مياه السيول من الأحياء السكنية. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أكدت منظمة الصحة العالمية بلوغ حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان على طرابلس 653 قتيلا، بينهم 41 مدنيا. أدى وأوضحت المنظمة عبر حسابها بتويتر أن العدد الإجمالي لجرحى الاشتباكات حتى الآن بلغ 3547 جريحا من الطرفين، بينهم 126 مدنيا. وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين التابع لحكومة الوفاق فضل جبران إن عدد النازحين تجاوز 120 ألف نازح منذ بدء العدوان على العاصمة طرابلس. وأكد فاضل جبران في تصريح لليبيا الأحرار أنهم يعملون على إيجاد أماكن بديلة للنازحين القاطنين في بعض المدارس مع بدء استئناف الدراسة. مع مرور أكثر من 65 يوما على العدوان على العاصمة طرابلس، تستمر أعداد النازحين والمهجرين من مناطق الاشتباكات في الارتفاع، حيث تجاوز عددهم أكثر من 120 ألف نازح منذ بدء العدوان، وفق ما صرح به رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين التابعة لحكومة الوفاق فاضل جبران. جبران وفي حديثه لليبيا الأحرار بيّن أن اللجنة تعمل حاليا على إيجاد أماكن بديلة للنازحين القاطنين في بعض المدارس مع بدء استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر، لافتا إلى أنه يجري التنسيق لنقل بعض النازحين إلى عدد من الفنادق ورياض الأطفال والقرى السياحية للتخفيف من الأزمة التي تواجه وزارة التعليم. وفي السياق ذاته، كشف عضو لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق خالد مسعود أن عدد الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء فاق 18 ألف عائلة، موضحا أن عدد الأسر في 47 مركز إيواء بلغ أكثر من 1000 عائلة موزعين على عدد من البلديات. من جهتها، دعت اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين المنظمات المحلية والدولية للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في توزيع المساعدات وبرامج دعم النازحين لتغطية جميع احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم. ومع استمرار أزمة النازحين وازدياد معاناتهم الإنسانية، يشتكي عمداء البلديات بطرابلس الكبرى من قلة الإمكانيات المقدمة إليهم من لجنة الطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي، لتتراوح الأزمة بين الجهود الذاتية للبلديات وقلة الدعم الحكومي المقدم لهم. ونبقى مع ملف النازحين، حيث تفقد عميد بلدية جادو سعيد البدراني وعدد من أعضاء البلدية تفقدوا أوضاع النازحين في المدينة. وأعلن بلدي جادو أن الزيارة التي جرت برفقة لجنة الأزمة والطوارئ داخل البلدية ومدير فرع الشؤون الاجتماعية هدفها الوقوف على احتياجاتهم والعمل أيضا على حلحلتها.
في إطار متابعة أوضاع النازحين بالمدينة جراء العدوان الذي شهدته ضواحي العاصمة طرابلس، تفقد عميد بلدية جادو برفقة لجنة الأزمة والطوارئ بالبلدية ومدير فرع الشؤون الاجتماعية أوضاع النازحين، وذلك للوقوف على احتياجاتهم والعمل على حلحلتها. عميد بلدية جادو وخلال لقائه مع النازحين أكد على أن البلدية سوف تسخر كافة الإمكانيات والاحتياجات الأساسية من السكن اللائق والمواد الغذائية والعلاج للمرضى. البلدية مستعدة أن توفر لهم سكن على حساب البلدية، سواء كان في الفندق أو إيجار مسكن، مستعدين لإجارات للإجارات، مستعدين متطلباتهم اليومية مثل الأكل والشرب والعلاج، كذلك في الضروريات خاصة إخواننا الأمراض المزمنة. من جانبها طالبت لجنة الأزمة والطوارئ النازحين بتعبئة النماذج الخاصة بالحصر عبر مختاري المحلات، وذلك لمعرفة احتياجاتهم وبالأخص المرضى لتوفير علاج لهم. كما شددت لجنة الأزمة والطوارئ على ضرورة التقيد بالبيانات الواردة في نماذج لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني. وفي سياق متصل، تتواصل في بلدية سوق الجمعة عملية توزيع السلال الغذائية على النازحين من مناطق العدوان على طرابلس. ووفق القائمين على توزيع هذه السلال فإنها تأتي إلى جانب خدمات لوجستية أخرى توفرها البلدية للنازحين الذين تجاوز عددهم الآلاف. تواصل لجنة الأزمة ببلدية سوق الجمعة تقديم السلال الغذائية للنازحين من مناطق العدوان الغاشم في مناطق جنوب طرابلس، بجانب مسعيها لمساعدة النازحين بتوفير كل ما تحتاجه العائلات التي وصل عددها نحو 2600 عائلة. في البدء نبدأ لموضوع النازحين في بلدية سوق الجمعة، أو بالأصح نقولوا أنها ضيوف بلدية سوق الجمعة، اللي وصل عددهم يفوق طول حاليا المسجلين لدينا فوق 2700 عائلة. يعني متوسط العائلة احنا درناها حدود 5 أشخاص. من ناحية التسجيل تم التوافق ما بين البلديات السبعة، بلدية الطوق، أن يديروا منظومة موحدة اللي يكون فيها الاشتراطات، فيها الرقم الوطني والنموذج مجهز من مكتب وزير شؤون النازحين الى المجلس الرئاسي، وتم تعميم النموذج على البلديات وبيبدو بالعمل به عن طريق المنظومه الموحده. دور لجنه الازمه يبدو من عمليه تسجيل العائلات النازحه بعد التواصل معها لتسجيلها ضمن منظومة النازحين التي تضم البلديات السبعة التي استقبلتهم. مهمتنا احنا نوثقوا ونسجلوا النازحين. التوثيق والتسجيل كيف يكون عن طريق كيف اي نازح نطلبوا منه الوضع العائلي، ونطلبوا منه من مختار المحلة واقعة، يعني انه هو نازح وتسجل الورقة نفسها واقعة ونسجلوه. العديد من المساعدات تصل إلى مقر لجنة الأزمة من الجهات الخاصة والعامة وأهل الخير بهدف خدمة النازحين من أبناء الوطن الذين تعرضوا للمعاناة جراء هروبهم من الرصاص والقذائف المتناثرة عليهم وعلى بيوتهم وأرزاقهم. وفي السياق ذاته، نشد مراقب تعليم مصرات إسماعيل عبيد المجلس الرئاسي ووزارة التعليم تقديم الدعم اللازم للمراقبة لمواجهة أعداد الطلبة النازحين. هذا وقال عبيد إن أعداد الطلبة النازحين الذين استقبلتهم مراقبة التعليم مصرات منذ عام 2015 حتى الآن بلغ قرابة 11,000 طالب وطالبة. أحب أن أذكر أنه منذ العام 2015 إلى عند بداية العام الدراسي 18-19 قد بلغ عدد النازحين لمدينة مصرات حوالي 11,918 تلميذ، طبعا دون أي إجراءات استثنائية من الدولة الليبية، لا بصيانة المدارس المتوقفة، لا بإنشاء مدارس جديدة. وتعرف أن قرابة 12,000 هذا العدد يحتاج إمكانيات، وبالتالي احنا نناشد الحقيقة كل الجهات المسؤولة التي أبلغناها، وزارة التعليم حتى المجلس الرئاسي لديه علم بذلك، باتخاذ إجراءات لاستكمال صيانة المشاريع الدراسية المتوقفة البالغ عددها نحو 32 مدرسة.
تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر التنكيل بجثة لأحد أفراد قوات الوفاق. وأظهرت الصور مسلحا يرتدي زيا عسكريا يتبع قوات حفتر يضع قدمه على جثة متفحمة داخل مركبة عسكرية، كما ظهر مسلح آخر وهو يلتقط الصور بجانب الجثة. ووفق مصادر قناة ليبيا الأحرار، فإن الجثة تعود للمقاتل عبد السلام أبو شيبة. كانت طائرة حفتر قد استهدفت الأيام الماضية السيارة العسكرية التي كان يستقلها في محور المطار جنوبي العاصمة طرابلس. على الصعيد الميداني، قال الناطق باسم الجيش العقيد محمد جنون إن طائرات سلاح الجو نفذت أمس الأحد 5 ضربات جوية استهدفت تجمعات لمسلحي حفتر جنوب طرابلس. وأكد جنون في تصريح لليبيا الأحرار الاثنين استمرار الطلعات الاستطلاعية لطيران الوفاق في العاصمة طرابلس والمنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن محاور القتال في ضواحي العاصمة تشهد هدوءا نسبيا في هذه اللحظات. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الوفاق تمكنها اليومين الماضيين من صد هجوم لقوات حفتر في محور الرملة بطريق المطار وسيطرتها على مواقع جديدة جنوب العاصمة. بعد دخول المعارك شهرها الثالث، لا تزال قوات حفتر تسجل فشلا بعد آخر على أسوار طرابلس. فبعد أن بدأ مسلحو حفتر طيلة اليومين الماضيين في تحشيد قواتهم لمحاولة التقدم عبر محور الرملة مدعومين بإسناد جوي، تمكنت قوات الوفاق من صد الهجوم وأجبرت قوات حفتر على الانسحاب بعد اشتباكات دامت ساعات. طيران حفتر لم يغب عن المشهد الميداني مسجلا مخالفات قانونية جديدة بقصفه مواقع مدنية من بينها المستشفى الميداني بالسواني ومقر نادي الفروسية بالزاوية، إلى جانب قصفه المتكرر لمطار معيتيق المدني بحجة استخدامه في العمليات العسكرية واستهداف طائرات مسيرة تركية داخله، غير أن عدسة الأحرار ومن داخل معيتيق سجلت ما يكذب ادعاءات إعلام حفتر. طيران الوفاق والآخر لم يكن غائبا عن ساحة الدفاع عن العاصمة، وبحسب الناطق باسم الجيش محمد جنونو نفذ سلاح الجو 6 غارات استهدفت مقاتلي حفتر في قصر بن غشير ومحيط مطار طرابلس العالمي لدعم قوات الوفاق على الأرض في عملية صدها لمحاولة الهجوم. إذن هي معارك كر وفر بين قوات الوفاق ومسلحي حفتر التي يتراكم عليها عداد الأيام بعدما كان حفتر يمني نفسه بسيطرة سريعة وإصرار قوات الوفاق في صد هذا العدوان، والتي بحسب خبراء عسكريين أصبحت أكثر ثباتا وقدرة على تنسيق عملياتها العسكرية. ومعنا أو للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب السيد عمران شتاوي. بداية سيد عمران، أهلا بك عبر قناة ليبيا الأحرار. سيد عمران، هل أنت في الاستماع؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال بالسيد عمران. ميدانيا أيضا، أجرى رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف جولة بمحاور القتال في كل من الزطرنة والمحاور الأخرى. وتضمن برنامج الجولة لقاء بالقيادات العسكرية الموجودة في خطوط القتال والاطمئنان على سير العمليات العسكرية. أحيي اليوم سيادة الفريق رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في زيارته لهذا المحور، وهذا كل شيء يرفع معنوية الشباب، رفع معنوية الشباب اليوم، وهذا ما طبعا وقف عليه الحاجات الضرورية اللي هي تطلب المحاور، وكل اليوم لقي الشباب كلهم انضباطية، ونتمنى أن تكون هؤلاء يكونوا من نواة الجيش الليبي. وهذه ما طبعا كانوا كلهم في حرب الدواعش في مدينة سرت، وهم اليوم يقاتلون دفاعا على مدينة طرابلس، دفاعا على الأرض، دفاعا على مدنية الدولة. وللحديث أكثر بشأن الأوضاع الميدانية ينضم إلينا المحلل العسكري سليمان بن صالح. أهلا وسهلا بك سيد بن صالح. أهلا بك سيد الكريم.
يعني ما هو تقييمك لآخر التطورات الميدانية فيما يتعلق عمليات الكر والفر الحاصلة في محور مطار طرابلس العالمي؟ سيد بن صالح، لا أدري إن كان المحلل العسكري سليمان بن صالح ما يزال معنا عبر الهاتف. نعم سيد سليمان، أنت على الهواء الآن سيد سليمان بن صالح؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمحلل العسكري سليمان بن صالح. جدد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اتهامه لخليفة حفتر بتقويض العملية السياسية ورفض الانتخابات والدولة المدنية عبر هجومه على طرابلس. هذا وقال السراج خلال لقائه الوفد الأوروبي الذي يزور العاصمة إن البلاد كانت قبل الهجوم على أبواب تسوية سياسية بعد لقاء أبو ظبي، حينما جرى التأكيد على استبعاد الحل العسكري ودعم الملتقى الوطني الجامع ووضع استراتيجية لبناء جيش موحد تحت سلطة مدنية. ولفت السراج خلال اللقاء إلى الخسائر البشرية والمادية التي خلفها عدوان حفتر المتواصل منذ أكثر من شهرين وموجات النزوح، مؤكدا توثيقهم تجاوزات وانتهاكات لمسلحي حفتر تصنف جرائم حرب وفق القانون الدولي. من جهته قال رئيس الوفد الأوروبي الذي زار العاصمة طرابلس إيمانويل ديبور إن زيارة الوفد جاءت للوقوف على تداعيات الهجوم على العاصمة ومتابعة الأحداث فيها عن قرب. وأضاف ديبويا خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن الهدف من الزيارة هو إعداد تقرير بعد الزيارات لبعض المواقع المتضررة من القصف، لافتا إلى أن الأزمة الليبية فاقمتها التدخلات الخارجية. كما أشار بودي إلى أن الوفد المكون من الخبراء والسياسيين والصحفيين أيضا سيحاول مساعدة الليبيين لأنهم هم المتضرر الأول من هذه الخلافات والحروب وفق قوله. هذا وكانت اللجنة الأوروبية رفيعة المستوى التي وصلت إلى طرابلس السبت الماضي قد عقدت 3 لقاءات مع عمداء بلديات ورؤساء أحزاب سياسية وناشطين وحقوقيين. وشدد جميع المشاركين في الجلسات على موقف موحد رافض للعدوان على العاصمة وحكم العسكر. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. لجنة أوروبية رفيعة المستوى في طرابلس لإجراء لقاءات موسعة تستمر يومين مع مسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة وعمداء بلديات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني. موقف موحد عبر عنه عمداء بلديات ورؤساء أحزاب سياسية وناشطون وحقوقيون في 3 جلسات استماع منفصلة مع اللجنة الأوروبية رفيعة المستوى. المواقف الموحدة هذه عدت حفتر مجرم حرب والاعتداء على طرابلس اعتداء على مدنية الدولة، وأكدت رفضها العودة إلى الدكتاتورية وحكم الفرد. الأخوة الضيوف كانوا مستمعين جيدين، طرحوا أسئلة حول بعض الأمور التي يعني ربما لم تصلهم الرؤية واضحة. حاولنا استيضاح الرؤية في حول أن ما يقوم به حفتر هو الحقيقة شريك حرب بامتياز، وأن حفتر لن يكون شريكا سياسيا في المستقبل، ونحن نبحث عن شريك الآن ومع أخوتنا في الشرق والجنوب. وتأكدوا تماما أن جريمة الآن كبيرة جدا، وهم الآن حقيقة انصدموا من حول المعلومات التي تلقوها. أما عضو المجلس الأعلى للدولة نعيم الحامي المشاركة في الجلسات فأكدت أن جميع مؤسسات المجتمع المدني أبدت رأيها أيضا للجنة الأوروبية فيما يتعلق بالاعتداء على طرابلس، فضلا عن تحديد الأطراف التي سيجري التفاوض معها بعد انتهاء الحرب. استمعت اللجنة إليهم، اللجنة قالت بأننا نحن لسنا بالجهة الحكومية، لسنا بالجهة التي تدعم طرف دون طرف أو نقول رأينا، ولكن ننقل ما ستقولونه. المجتمع المدني قال بأنه نعم الدولة المدنية ولا لعسكرة الدولة.
وتعد الزيارة التي تستمر يومين أول زيارة لوفد دولي إلى العاصمة طرابلس منذ العدوان العسكري الذي بدأه خليفة حفتر في 4 أبريل الماضي. اللجنة تضم أكثر من 30 شخصية مرموقة من سياسيين وعسكريين واقتصاديين ومراسلي قنوات أجنبية للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في طرابلس والمنطقة الغربية وما تشهده من اعتداءات من قبل قوة حفتر. في سياق متصل، طلبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق البعثة الأممية بنقل صورة واضحة إلى مجلس الأمن عن استهداف حفتر للمدنيين والمؤسسات المدنية. وناشد ناطق باسم وزارة الصحة فوزي يونيس المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ضرورة إدانة وتوثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها في الداخل والخارج. نعرب عن قلقنا البالغ في استهداف القوى المعتدية والباغية لسيارات الإسعاف وقصفها كذلك للمستشفيات الميدانية، حيث بلغ عدد السيارات التي تم قصفها إلى الآن أكثر من 10 سيارات، وكذلك قصف المستشفيات الميدانية ومخازن الأدوية والتي تعتبر مرافق مدنية ليس لها علاقة بالمؤسسات العسكرية، ونعتبرها جريمة نكراء لا يقوم بها من يحمل أدنى قيم الأخلاق. من جانبها، دانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق استهداف مطار معتيقة المدني للمرة الثانية من قبل الطيران التابع لخليفة حفتر. وقال وكيل الوزارة هشام بوشكيوات أن قوات حفتر دمرت إدارة الملاحة الجوية بمطار طرابلس بالكامل وأحرقت خزانات الوقود والسيارات والهناجر الموجودة بالمطار بحسب قوله. محطة مطار طرابلس التي يتخذها العدو حصنا لها، وحسب المعلومات الأولية أن هناك أضرار أولية جسيمة جدا داخل محطة مطار طرابلس في داخل إدارة الملاحة الجوية، هذه الإدارة المهمة المعنية بتنسيق وتنظيم حركة الملاحة فوق الأجواء الليبية وتنظيم حركة العبور. للأسف التقارير الأولية تقول أن هذه الإدارة تدمرت تماما ولم تعد صالحة لتسيير أي حركة جوية فوق دولة ليبيا. وللحديث بشأن آخر التطورات السياسية ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الكاتب والصحفي عبد الله الكبير. أهلا وسهلا بك سيد الكبير. نعم، تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني بداية أريد الاستفهام منك عن اللجنة الأوروبية التي زارت العاصمة طرابلس والتقت بعديد السياسيين وعمداء البلديات فضلا عن بعض الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني، أي دور لربما يرجوه من التقى بهذا الوفد؟ أي صورة ينبغي يعني الاطلاع عليها على الأقل للرأي العام الأوروبي؟ طبعا ما ينشده المسؤولون الذين التقوا مع هذه اللجنة هو اطلاع هذا الوفد على مجريات الأوضاع في طرابلس وتداعيات الحرب ونتائجها على الصعيد الإنساني، على مستوى البنية التحتية، ما أحدثته الحرب من أضرار على كافة الجوانب. على المستوى السياسي طبعا المسؤولون سيقولون للوفد رؤيتهم لحل الصراع في ليبيا وكيف يستأنف الحوار السياسي بعد وقف هذا العدوان وعودة هذه القوات إلى مواقعها، وكيف يكون شكل التفاوض، معنى أن لابد أن تكون هناك أطراف أخرى لا تؤمن بالقتال ولا تؤمن بالحرب لتسوية الخلافات السياسية هي المعنية بالتفاوض. طبعا الوفد الحقيقة أنني لم أطلع على الأسماء التي جاءت ضمن هذا الوفد، قيل أنهم سياسيون ونشطاء مجتمع مدني وإعلاميون. إذا كانت في هذا الوفد شخصيات بارزة في مجتمعاتها ومؤثرة ولها منابرها الكبيرة والواسعة الانتشار، فسينقلون هذه الصورة إلى الرأي العام الأوروبي، والرأي العام الأوروبي نعرف أنه رأي عام مؤثر في رسم السياسات الأوروبية وإن كان بشكل محدود، ولكن له تأثير لا يستهان به ولا يمكن تجاهله. أما إذا كانت هذه الشخصيات مغمورة وليس لها ذاك التأثير، فلا أعتقد أن هذه الجولة ستحدث فارق أو سيكون لها تأثير على مستوى شعوب الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي. يعني هناك من الوفد من تحدث عن عملية تضليل تمارس
من قبل بعض الوسائل الإعلامية الأوروبية، هل نستطيع القول أن صانعي القرار في تلك الدول يضللوا يعني وسائل الإعلام والناشطين فيما يتعلق بمجريات الأحداث في ليبيا؟ وإن كان هذا الأمر صحيح، نحن نتحدث عن دول متقدمة فيها الصحافة حرة، لديها صحافة استقصائية قوية، يعني كيف لصانع القرار هناك أن يضلل الرأي العام عبر هذه الوسائل الإعلامية؟ لا، في الحقيقة هذا غير صحيح. يعني وسائل الإعلام، المنابر الإعلامية المهمة وذات الانتشار الواسع، في الحقيقة تنقل في الصورة بموضوعية وبنزاهة وبمنتهى الأمانة الصحفية والإعلامية. لكن صحيح، هناك بعض الصحفيين المغمورين، وهناك منابر إعلامية ومواقع إلكترونية، لكن تأثيرها محدود جدا. هذه هي التي تمارس التضليل حتى لا يسمع بها أحد. في الحقيقة لا ندري ما تنشره إلا بعد ترجمته ونشره في مواقع ذات أهداف، مواقع ليبية أو صحف ليبية أو صفحات ليبية، صفحات نشطاء ليبيون، ونعرف توجهاتهم ونعرف تأييدهم لهذه الحرب وإيمانهم بالحل المسلح، ونعرف أنه لا يعنيهم هذا الدم المسفوك وهذا الدمار وهذا الخراب. وبالتالي هذه المنابر ليس لها أي تأثير. أما يعني إذا تكلمنا على مستوى الصحافة، إذا تكلمنا على المنفيستو والكوريرا ديلا سيرا في إيطاليا أو الموندو في إسبانيا، غارديان، تايمز، ديلي تيليغراف في بريطانيا، ديرش بيغل في ألمانيا، الدول الكبرى، الصحافة دائعة الانتشار، صحف الصف الأول فيها، الحقيقة أنا تابعت بقدر ما أستطيع، لم أجد أي تضليل أو محاولة للتزوير. وقد أشارت هذه الصحف، أشارت يعني في بعض المقالات وبعض التقارير تشير إلى أن من ضمن المعركة هناك تضليل إعلامي، هناك ممارسة لتضليل إعلامي. لكن في اعتقادي أن هذا الوفد إذا كانت فيه شخصيات لديها منابر كبيرة وواسعة الانتشار وقد شاهدت بعينيها ما يجري في طرابلس، فستنقل الصورة بشكل صحيح وواضح، وهذا يضاف إلى ما نشرته الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأوروبية طوال فترة الشهرين الماضيين، طوال فترة الحرب. نعم. طيب، في عجالة سيد الكبير، هناك من يتحدث من النشطاء والمتابعين الليبيين عن يعني الرأي العام الأوروبي، يقول إنه لا أهمية له. لماذا نحن نسعى لنقل هذه المعلومات بينما صانعي القرار هناك لديهم مصالح في ليبيا هي ما يسعون إليها؟ ما مدى صحة هذا التحليل؟ لا، في الحقيقة الرأي العام الأوروبي خاصة في الدول الكبيرة لا له تأثير. صحيح، ربما في القضايا الدولية لا تعنيهم كثيرا، لا تعنيهم إلا بشكل محدود، تأثيره عادة في القضايا المحلية، في القضايا التي تهمهم بشكل مباشر. ولكن مع ذلك الرأي العام الأوروبي، رأي العام الشعوب الأوروبية، يحسب له حساب لدى السياسيين. وقضية الهجرة غير الشرعية على سبيل المثال، ونحن نرى أن الكثير من الأحزاب اليمينية قد عادت إلى الصعود الآن، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول، 4 دول أو 5 دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي يقودها اليمين الشعبوي، اليمين المتطرف. وهذا اليمين جاء بأصوات ناخبين يرفضون الهجرة غير الشرعية، وليبيا إحدى الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية. ولإيقاف الهجرة غير الشرعية لابد من استقرار ليبيا، والحد الأدنى من الاستقرار على الأقل. وبالتالي هذا الرأي العام سيكون مؤثر على الحكومات لكي تسعى وتبذل جهدها في إيجاد الحد الأدنى من الاستقرار في ليبيا، والذي لا يمكن أن يتأتى بدون وقف هذا العدوان ووقف هذا الحرب وعودة المسار السياسي. الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا ضيفا عبر خدمة سكايب. جدد مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره القاضي بتفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن التي تنتهك قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وأكد مندوبو كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا على ضرورة استمرار حظر دخول السلاح إلى ليبيا، قائلين إن توريد السلاح يطيل أمد الحرب ويؤخر الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وأكد أعضاء المجلس على أنه
لا حل عسكريا في ليبيا، داعين جميع الأطراف للبدء في حل سياسي لأنه الوحيد الذي يضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا وفق قولهم. هذا وقال السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرز إن هجوم حفتر على العاصمة طرابلس وما تلاه من تصعيد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويهدد أيضا استقرار ليبيا. وأضاف توميرز في تغريدة له على تويتر أن هذا الهجوم أدى إلى تصاعد التطرف العنيف والإرهاب، مشيرا إلى أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية سوى المحادثات السياسية على حد تعبيره. في سياق آخر، أجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مباحثات مع عدد من المسؤولين في الإمارات تضمنت آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. ووفقا لما نقله السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوكوزا في تغريدة له الأحد، فإن وزير خارجية بلاده أكد خلال زيارته إلى أبوظبي على الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي واحترام حظر الأسلحة. وأضاف السفير الألماني أن هذا الأمر الذي يتطلب مسؤولية ومرونة من جميع الأطراف بحسب قوله. شدد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي على أهمية العلاقات بين إيطاليا ومدينة مصراتة سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن إيطاليا تولي اهتماما كبيرا لإنجاح تواصلها مع المدينة. جاء ذلك في اجتماع للمجلس البلدي مصراتة وأعضاء من مجلسي النواب والدولة عن المدينة الأحد مع السفير الإيطالي ونائبه والملحق الاقتصادي داخل السفارة. من جهته طالب عضو مجلس النواب عن مصراتة سليمان الفقيه المجتمع الدولي بإيضاح موقفه أكثر من الأزمة في ليبيا، إما أن يكون ملتزما بإنجاح فرص التداول السلمي على السلطة أو يكشف بشكل صريح دعمه للحكم العسكري وفق قوله. L'Italia ha delle relazioni molto strette e commisurate. Italia لديها علاقات متينة جدا مع مصراتة منذ سنوات. Relazioni politiche e relazioni economiche di grande rilievo. علاقات سياسية واقتصادية مهمة جدا. Noi abbiamo sempre mantenuto rapporti con commisurata. احتفظنا دائما بعلاقات مع مصراتة. E continuiamo a curarli con grande attenzione. ونستمر إلى اليوم الاهتمام بهذه العلاقات بشكل كبير. سألتنا أن قلنا على المجتمع الدولي أن يوضح في فهمه للمصطلحات وفي تعبيره، إما أن يكون المجتمع الدولي ملتزم باتفاق الصخيرات، ملتزم بالنظام الديمقراطي في ليبيا، ملتزم بالتداول السلمي على السلطة، وهذا يؤيد تدخله في 2011 عندما ساعد الليبيين في التخلص من نظام ديكتاتوري. أما أي تعبير آخر، البحث عن نظام عسكري أو البحث عن استقرار في ليبيا بأي طريقة يروها أو التسويق على أن يوجد شخص طويل لأنه يلبس يجيد لبس البدلة العسكرية، فهذا وهم وهذا غير مقبول. سياسيا أيضا، طلع وزير الخارجية محمد سيالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على نتائج زيارات رئيس المجلس الرئاسي الأخيرة إلى السعودية ومالطا والمشاورات التي أجراها بخصوص تطورات الأوضاع في طرابلس. هذا واستمع سيالة خلال لقائه سلامة في مقر الوزارة بالعاصمة الاثنين إلى مساعي البعثة واتصالاتها الدولية وزياراتها لعدد من الدول بشكل عام والدائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل خاص، ذلك بشأن تداعيات العدوان على العاصمة وتطورات الأوضاع في ليبيا. أكد مراسل ليبيا الأحرار في غات أن الوضع الإنساني في المدينة بدأ في التحسن بشكل تدريجي، خاصة بعد وصول قوافل إغاثة من عدة مدن، مشيرا إلى عودة الكهرباء والاتصالات بعد انقطاع استمر عدة أيام. وأضاف المراسل أن هناك تخوفا من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات، إضافة إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه السيول. كما أكد مراسلنا أن إمكانيات شركة المياه والصرف الصحي لا تمكنها من شفط المياه التي تسببت في غرق حي القرود والشركة الصينية.
هذا وكانت مدينة غات قد شهدت الأيام الماضية جريان سيول وفيضانات عارمة غمرت العديد من الشوارع والأحياء السكنية داخل المدينة، وخلفت هذه السيول خسائر جسيمة في الممتلكات والأرواح في كارثة طبيعية وصفت بالأسوأ منذ عقود، وهو ما دفع بالجهات الرسمية إلى إعلان غات مدينة منكوبة. في كارثة وصفت بالأسوأ منذ عقود، شهدت مدينة غات خلال الأيام الماضية جريان سيول عارمة غمرت الكثير من الشوارع والأحياء بالمدينة مخلفة خسائر جسيمة في الممتلكات والأرواح. في أحياء بالكامل نقول ضرت بصفة عامة، في أحياء ضرت وفي ناس حتى نزحوا من أحياشهم. هذا نقول الكلمة هذه نوجهها للمسؤولين بصفة خاصة، للمسؤولين باعتبار المنطقة يعني مش مهيئة للسكنة، يعني جت المطار والناس طاحت عليها الحياش، المطر مفروض المطر ما تخشش للحوش. الحكومة طبعا بمواجهة منا يعني احنا تو طبعا عدت من القافلات والناس يجونا يعني باش يعني نقلوا لهم عن طريق الفيسبوك، نقلوا لهم عن طريق تليفونات الاضرار والشيء زي هذا، يعني وجه منا يعني ماذا بهم يعني ينظرونا يعني نظره خاصه لجهه الجنوب بخصوص الجنوب، انه يعني راه مقطوع من اشياء جدا يعني عده اشياء، حتى في بلديه غات بروحها يعني انقطعت على احياء اسمع على المناطق اللي حداها ولا بال يعني اماكن اخرى. تهالك البنية التحتية وافتقاد بعض الأحياء إلى التخطيط العمراني السليم وانتشار العشوائيات وعدم مراعاة الشروط والمواصفات الهندسية عند البناء ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الأضرار المادية. أنا متضررة جدا في يعني حسب وجهة نظري يعني أكثر من 70% محتاجة مساعدة، هذه ما فيهاش شك، لكن في بيوت بالكامل طايحة، ناسها طلعوا بنفذوا بجلودهم نهار عيد والحيوش والبيوت تطايح والناس شارقة، هذا كله المسؤولين يقولوا احنا جبنا واحنا بنديروا واحنا بنعطوا احنا، وين المسؤولين من منطقة إيسول وينهم؟ أزمة السيول والفيضانات وبحسب تأكيد الدراسات بأنها ستعود من حين لآخر ما لم تضع الدولة خططا مستقبلية لمواجهتها وبناء بنية تحتية قوية لمجابهة الكوارث الطبيعية، وحتى ذلك الحين يبقى المواطن المتضرر الوحيد هنا والباحث عن مأوى يؤويه من ويلات الفساد والكوارث الطبيعية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس لجنة الأزمة ببلدية غات سيد الطاهر كبش. بداية أهلا بك سيد طاهر. مرحبا بك أختي الكريم. سيد طاهر، كيف يبدو الوضع الإنساني في المدينة الآن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية شكرا لكم الاستضافة عبر قناتكم المحترمة وتحية طيبة لكل متتبعي قناة ليبيا الأحرار. حقيقة الوضع الإنساني داخل بلدية غات يعتبر سيء جدا من كافة الأصعدة حقيقة، مثل ما عرضت في تقريركم عديد المساكن تضررت، الأضرار المادية جسيمة جدا داخل البلدية، الوضع الصحي حقيقة عدم توفر اللاقم الطبية بالصورة الصحيحة جعل الوضع أيضا يدرسوا، والكل يتحدث الآن فيما بعد ما سيكون ما بعد هذه الكارثة، أمر لا يقتصر فقط على دعم المواد الأساسية ولكن يجب النظر لبلدية غات من الجانب الصحي، من الجانب تعويض هؤلاء الناس التي تضرر مساكين، هناك من ضرر صورة كاملة هناك ضرر جزئي. حقيقة الوضع الإنساني سيء حتى وإن كان الوضع في هذه الأيام بعد انقضاء 3 أيام الأولى، الوضع الحمد لله ولله الحمد يعني بدأ في التحسن، بدأ مسلوب المياه بالانخفاض، ولكن هذا لا يمنع خاصة بعد التحذيرات من الأمطار الجوية أن قد يكون هناك في الأيام القادمة موجة أمطار أخرى. نعم سيدتي.
نعم سيد طاهر، وصلت في الأيام الماضية قوافل إغاثة من عدة مدن، هل كانت كافية لسد حاجة المتضررين بالمدينة؟ بكل تأكيد بهذا الصدد نشكر كل من تفاعل مع أزمة بلدية غاط وكل الجهات سواء من وسائل المجتمع المدني من الناس تقريبا من كل مناطق ليبيا بشرقها وغربها وشمالها، حقيقة كل تفاعل كل دعم. ولكن مثلما ذكرت لك في الكريمة لأن الأمر لا يقتصر فقط على الدعم الإنسانية أو الأشياء البسيطة، ولكن ما نتأمله هو الدعم الحقيقي للجهات الرسمية في الدولة للنظر في البنية التحتية، حيث أن هناك البنية التحتية خاصة تتحدث عن المياه والصرف الصحي والكهرباء، جزء كبير من المناطق التي ذهبتها السيول تضررت هذه البنية بشكل كامل، وهي تحتاج إلى معالجات سريعة وسريعة جدا حتى يعود الإنسان إلى حياته الطبيعية. طيب سيد طاهر، هناك مخاوف من انتشار بعض الأمراض والأوبئة الناتجة عن نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات أكرمكم الله، وكذلك اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه السيول، ما هي استعداداتكم لذلك أو هل تم التواصل بينكم وبين الجهات الرسمية لوضع لربما خطط للتصدي لمثل هذه الحالات التي قد تحدث إن سمح الله؟ الجهات المعنية داخل البلدية من القاعدة البي من مكتب الصحة الكل تنادى وهم في انعقاد دائم لوضع خطط واستراتيجيات وتقديمها الحكومة، وفعلا قدمت أوراق مستعجلة ومتطلبات مستعجلة جدا جدا حتى تفي بها الحكومة لكي هذا ذلك بيئية ناتجة عن مثل ما تفضلت أختي الكريمة من نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات، اختلاط المياه الشرب بمياه المجاري، ولكن هذا على طبعا للأمانة قمنا بالتنسيق مع مسؤول شركة المياه شاكمة جدا جبارة، بحيث أن بعض الجهات التي غمرت بالمياه تم إقفال الأبار المياه الشوفية وأصبح المياه غير مسموح ب من هذه الجهة، واستغلت آبار أخرى بعيدة عن موقع السيول. طيب إما تحدثنا قليلا عن شركة المياه والصرف الصحي، ما مدى إمكانيات الشركة في يعني شفط المياه وتجاوز هذه الأزمة؟ حقيقة بهذا الخصوص بلدية غات إذا كان أخذنا من قلة الإمكانيات فتحدثنا كثيرا من 5 سنوات ماضية، عديد المراسلات للجهات الرسمية لدعم هذه الإدارات المهمة، إدارة المياه والصرف الصحي، إدارة الخدمات، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك استجابة حتى وقعت الكارثة. أنت تتكلم على تعداد سكان 30,000 نسمة ومساحة جغرافية كبيرة جدا وبلدية مترامية الأطراف، إلا سيارة أو سيارتين فقط لشفط الآبار السوداء، فهذه كارثة. طبعا هذه الإدارات المحلية معدومة الإمكانيات تماما، يعني للأسف الشديد. ولله الحمد اليوم وصلت بعض السيارات القادمة من البلديات المجاورة، وشاكر لهم جدا جدا هذه اللفتة الكريمة للمساهمة في شفط هذه المياه بقدر المستطاع حتى لا تكون أمور صحية تترتب عليها أمور صحية أخرى. نعم سيد طاهر الكبش رئيس لجنة الأزمة ببلدية غات، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. شركة الكهرباء تعلن دخول وحدتين بمحطة الخمس على الشبكة وتقول إنها ستساهم في تقليل ساعات طرح الأحمال. نحن قضينا على ثالث تمركز للإرهاب في العالم وهو سرت بعد الرقة وبعد الموصل، ثالث تجمع مهم قضينا عليه وحصرناه في طرابلس بطريقة تكتيكية مهمة جدا بدون تكلفة وبدون خسائر كبرى.
اليوم يمكن أن يتسلل الإرهاب من جديد ويتحرك وينشط، لأن هذه العملية قوضت الإمكانيات كما قال وزير الداخلية في بيان مهم وتفصيلي وقوي، قوضت جهود كانت مهمة أثمرت ثمار كبيرة. الجنوب ليس معركة حقيقية في بالنسبة لحفتر، بل هي للدعاية السياسية وللتعبئة لحلمة الكبير وهو الدخول إلى طرابلس. وبالتالي النتائج اللي اليوم نشوفها شفناها منذ أيام قليلة في فوقها وشفناها في سبأ وقد تتكرر لا سمح الله، هي أصلا نتاج هذا العبث السياسي والعمل غير مسؤول والطموح السياسي اللي هو شغلة دعاية أكثر منا تغيير حقيقي على الأرض. الصحة العالمية تؤكد تجاوز عدد الضحايا منذ بدء العدوان 650 قتيلاً وأكثر من 3500 جريح. خلال لقائه الوفد الأوروبي بطرابلس، السراج يجدد اتهامه لحفتر بتقويض العملية السياسية والانقلاب على مدنية الدولة. تحسن تدريجي في الوضع الإنساني في غات وصعوبات تواجه الجهات المختصة في شفط مياه السيول من الأحياء السكنية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد الكوري دخول وحدتين بمحطة الخمسة الغازية على الشبكة بقدرة إجمالية بلغت 230 ميجاوات. وأوضحت كوري في تصريح لليبيا الأحرار أن القدرة المضافة ستقلل من عجز الشبكة وساعات طرح الأحمال، مشيرا إلى أن فرق الصيانة لا تزال غير قادرة على الوصول إلى بعض المحطات المتضررة بسبب استمرار القتال جنوب العاصمة. هذا ونوهت كوري لأن الخسائر المبدئية للشركة بحسب المناطق التي تمكنت فرق الصيانة من دخول إليها تجاوزت 61 مليون دينار بحسب قوله. ولتسليط الضوء أكثر على وضع الشبكة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء السيد محمد الكوري. بداية أهلا بك عبر قناة ليبيا الأحرار. سيد الكوري هل أنت في الاستماع؟ إذن فقدنا الاتصال مع السيد محمد الكوري. قال الرئيس التنفيذي لشركة ونوتروشال الألمانية ماريو ميهيرن إن تدهور الوضع في ليبيا يشكل مخاطر على إنتاج الشركة الحالي من النفط. وأكد ميهيرن في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس أن الإنتاج في ليبيا أصبح كفاحا يوميا، مضيفا أن الحفاظ على مستويات إنتاج الشركة أصبح غير مضمون بسبب غياب الاستقرار السياسي والأمني. ويبلغ إنتاج شركة نوتروشال النفطية في ليبيا حوالي 50,000 برميل من النفط الخام يوميا. وبالعودة إلى سيد محمد الكوري مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء. سيد محمد الكوري أهلا بك مجددا عبر ليبيا الأحرار. أهلا وسهلا بك سيد محمد. يعني لو تحدثنا في البداية عن الوضع العام في الشبكة وكذلك ساعات طرح الأحمال. أولا اسمحي لي في البداية أن أوضح للسادة المواطنين الأكارم، نعم، لماذا العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية والذي أدى لعملية طرح الأحمال، وطبعا يتمثل في عدة نقاط مهمة. النقطة الأولى هي الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب طرابلس نتيجة الاشتباكات الجارية أدى إلى عدم استقرار الشبكة الكهربائية. النقطة الثانية هي أن الشركة العامة للكهرباء قامت بوضع خطة لصيانة
بعض وحدات التوليد لمواجهة الذروة الصيفية مع بداية شهر مارس 2019، ولكن للأسف باندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس تعرقل العمل، تسبب ذلك في تأخر قطع الغيار، بالإضافة إلى عدم استطاعة بعض العاملين مباشرة أعمالهم، وأيضا الأهم مغادرة كل الشركات الأجنبية التي تقوم بالإشراف على صيانة بعض وحدات التوليد في الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية، وأيضا تعثر تنفيذ 8 محطات التوليد الجديدة واللي أهمها وباري والخليج وغرب طرابلس وطبرق البخارية، وأيضا كانت هناك وحدات سريعة الإنجاز ذات الطابع الاستعجالي. والنقطة الأخرى هو عدم البدء في صرف ميزانية التحول لسنة 2019 حتى تاريخ هذه اللحظة. كل هذه العوامل مع ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط في الطاقة الكهربائية أدى إلى تسجيل عجز كبير، حيث سجل الاستهلاك يوم الخميس الماضي 4900، نعم. ارتفاع يوم الجمعة إلى 5440 ميجاوات، زادت نسبة الارتفاع يوم السبت إلى 5880 ميجاوات، يعني كل يوم في الزيادة نتيجة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية وتشغيل أدوات التكييف. نعم سيد. وسجل اليوم عجز نسبته من 1200 ل 1300 ميجاوات. نعم السيد محمد تكوري مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أسست مجموعة من الشباب مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أطلقت عليها أنا وابن عمي نساعد الغريب. المجموعة تهدف وفق القائمين عليها إلى تقديم المساعدات إلى المحتاجين من العائلات الليبية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. من مواقع التواصل الاجتماعي كانت الانطلاقة لمجموعة أنا وابن عمي نساعد الغريب، والتي أنشأها مجموعة من الشباب لمساعدة النازحين والمحتاجين من العائلات الليبية بتوفير ملابس العيد وتقديم الخدمات الطبية لهم في ظل الظروف الصعبة بسبب العدوان على العاصمة طرابلس. في البداية بدينا هيك كبداية، ما توقعناش أن الحملة تنجح بالدرجة هذه، ما ليناش حتى فترة أسبوعين على الفيس، دلنا هيك صفحة هيك الفيس بدت الناس الحق طلبنا مساعدة لنا في البداية على أساس بنجراب مساعدة بسيطة، ما توقعناش الكم الهائل هذا، ووصلنا لقيتنا مبلغ ناس الأهل الخير والكرم، لقيتنا مبلغ زي ما نقول مبلغ الحمد لله ما كبير، كملنا الحمد لله لتو زي ما تقول تقدر تقول غطينا 65 عائلة هيك من مساعدات مجهود ذاتي من أصحاب الخير، ودخلنا شبه دخلنا الفرحة على أطفال وعائلات كانت محتاجة، وإن شاء الله ربي يقدرنا لأفعال الخير، وإن شاء الله بنستمر بها بعد العيد الفترة زي ما تقول تو ركزنا على ملابس الأطفال وأكثر شيء لأن فترة العيد العشر أيام الأخيرة. لم يمضي على إنشاء المجموعة سوى 3 أسابيع، إلا أن تفاعل الناس كان كبيرا، وساهمت المجموعة في مساعدة حوالي 70 عائلة ليبية بتوفير ملابس العيد وإجراء كشوفات طبية للعيون مجانا. وجونا جماعة أنا والعم نساعد الغريب وقدموا لنا الكوبونات وفتحنا لهم باب مساعدة إن شاء الله مساعدة الناس، هم يعني كانوا شبحوا العائلات المحتاجة هذه وزعوا الكوبونات وجونا هنا. الرغبة كانت واضحة من الشباب في مواصلة العمل لتقديم يد العون للمحتاجين والنازحين الذين فروا من المناطق التي استهدفها العدوان المسلح في مختلف مناطق جنوب العاصمة طرابلس. تعد قلعة زلة المعروفة قديما لدى أهل المنطقة بالفورتي من المعالم التاريخية المهمة بالمدينة، يرجع تاريخ بنائها إلى العصر الروماني. القلعة وغيرها من الشواهد الأثرية عانت الإهمال والعبث والتخريب مؤخرا، لكن عددا من شباب المنطقة المهتمين بالموروث الثقافي بادروا إلى تأسيس جمعية زلة للفنون والتراث والمواهب، وذلك بهدف الحفاظ عليها. قلعة زلة أو ما تعرف قديما لدى أهالي المنطقة بالفورتي،
تعتبر من المعالم التاريخية المهمة، فهي تقع في مرتفع حصين شرقي المنطقة، ويوجد بداخلها بئر وتحيط بها الكثبان الرملية وأشجار النخيل من كل الاتجاهات. فهذه القلعة في الأصل هي أحد الحصون الرومانية القديمة التي فتحت إبان الفتوحات الإسلامية، حيث أعيد بناؤها عدة مرات، ومنها البناء الحالي الجديد الذي يرجع لفترة الاستعمار الإيطالي. طبعا الآن نحن في القلعة زلة أو ما يسمى قديمة بفورتي. هذه القلعة طبعا كان فيها الطليان، كانت فيها بعض المباني السكن اللي هي منطقة اسمها جديدة، يقولوا لها جديدة. طبعا كانت فيه مدرسة وكانت فيه العيادة أو ما يسمى ببيت القفطان. وهذه القلعة طبعا عانت من الإهمال، زي ما قلنا إهمال شديد، تم صيانتها في فترة سابقة مدة طويلة الآن، حتى أن هذه الصيانة أصبحت الآن تحتاج إلى صيانة أخرى. القلعة وكغيرها من الشواهد الأثرية عانت من الإهمال والعبث والتخريب مؤخرا، لكن عددا من شباب المنطقة المهتمين بالموروث الثقافي بدروا إلى تأسيس جمعية زلة للفنون والتراث والمواهب بهدف الحفاظ عليها حتى لا تضيع وتختفي في ظل التطور الحالي. كان يفترض أن تكون الصيانة بالأشياء الطبيعية اللي من يعني بيها تأسست أو بنيت هذه القلعة، حتى لا يتغير المنظر العام، وحتى لا يتأثر الحجر والطين اللي موجود في هذه القلعة يعني. فنتمنى أن الاهتمام أكثر، نتمنى من أهل المنطقة طبعا، سواء أهل المنطقة سواء الزوار اللي يأتوا لهذه المكان التراثي، عدم الكتابة على الجدران والاهتمام به. المهتمون بالآثار بالمنطقة يناشدون جهات الاختصاص تقديم الدعم والاهتمام كي يتم صون ما تبقى من الأماكن التاريخية والأثرية جراء الدمار والاندثار، متمنين أن تجد هذه المناشدات آذاناً صاغية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الصحة العالمية تؤكد تجاوز عدد الضحايا منذ بدء العدوان 650 قتيلا وأكثر من 3500 جريح. خلال لقائه الوفد الأوروبي بطرابلس، السراج يجدد اتهامه لحفتر بتقويض العملية السياسية والانقلاب على مدنية الدولة. تحسن تدريجي في الوضع الإنساني في غات، وصعوبات تواجه الجهات المختصة في شفط مياه السيول من الأحياء السكنية. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت لبالأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء.